السلام عليكم بناتنا سورة عربي، معكم محمود السرنكاوي من قناة مافيد. والنهاردة في حلقتنا حارت عليكم مجموعة تمارين سوبر مكبرة جدا لحالة دون الارتاب والعتلة النائمة. من قبل ما نعمل مع بعض التمرين الاول او كمان من قبل ما نعمل مع بعض الاربع تمارين، عايز اقول لكم ان الاربع تمارين كل تمرين فيهم هتعمله 3 جولات في نص دقيقه، وهتعملوا التمرين دي 4 أو 5 أيام في الاسبوع مرتين في اليوم. برضو لو عايزين تعرفوا اكلات تعليمات نصايح معلومات تساعد بجانب التمرين على انكم توصلوا للهدف بتاعكم ان شاء الله في خلال 7 أيام او 10 أيام او 15 يوم، تحت الديسكريبشن او الوصف تحت الفيديو هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بالتفصيل الممل. حلو قوي، فانا بنصحكم انكم تبقوا متفرخين تماما عشان دلوقتي حالا هنتمرن مع بعض. يلا بينا.